قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تركيا تلعب دورا خطيرا في ليبيا. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، طلب ماكرون بوقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب من الأزمة الليبية. وأكد ماكرون أن تركيا لم تلتزم بكل ما تعهدت به في مؤتمر برلين. فرنسا وتونس معا تطلبان من الأطراف المتقاتلة أن تتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحترم التزاماتها في إطار ما تقرر في الأمم المتحدة لإعادة أمن الجميع ولتوحيد المؤسسات الليبية. الدرب صعب ويحتاج من كل طرف أن يتحلى بحس المسؤولية وأن تتوقف التدخلات الخارجية والأعمال الأحادية من كل الذين يزعمون تحقيق مكاسب ومواقع جديدة بفضل الحرب. وأنا قلت بوضوح كبير للرئيس إردوغان أنا أعتبر اليوم أن تركيا تلعب في ليبيا لعبة خطيرة وتنتهك كل التزاماتها بموجب مؤتمر برلين. كما أكد ماكرون أن المخاوف المصرية من التدخلات التركية في ليبيا مشروعة، مشيرا إلى أن أوروبا لن تقبل بهذا الدور. توقع تركيا على الاتفاقات التي وقعت عليها مع حكومة الوفاق الوطني انتهاكا لكل القوانين والشرعية الدولية. يجب توضيح المواقف، وبعد أن نددنا باللعبة السورية نحن لن نقبل، وأقول هذا بكل وضوح، لن نقبل اليوم الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا. أنا لا أريد بعد سنة أو سنتين أن ألاحظ أن ليبيا أصبحت مثل سوريا اليوم. أعتبر أن هذه مسؤوليتنا تجاه الدول المجاورة لليبيا، تونس ومصر. ولاحظت القلق المشروع للرئيس السيسي عندما يرى قوات تصل إلى حدوده، وأفكر أيضا بتشاد وبالنيجر، ولكني أعتبر أن هذا موضوع متوسطي يعنينا.